اجمل متابعين في الدنيا. ريت اللي لسه ما اشتركش في قناه اخبار الفنانين مع نادين يشترك عشان يعرف كل جديد ويحط اللايك والكومنت. بعد ظهورهم الاخير ليلى علوي تكشف سر صادم عن ابنها خالد، وهذا ما قالته في احدى التصريحات الصحفيه للفنانه ليلى علوي. كشفت فيها للمره الاولى عن حقيقه ابنها خالد الذي لم تنجبه وتبنته بعد وفاه والدته التي كانت من احدى اقاربها. واكدت الفنانه ليلى انها رغم عشقها للاطفال الا ان الله لم يشأ ان تنجب، وقالت قبل 20 عام توفيت احدى قريباتي وقررت رعايه طفلها الوحيد خالد وعدم تركه، وقالت اصبحت اما له وصار ابني الذي اعتبره في حياتي نعمه كبيره من نعم الله علي التي ساظل اشكره عليها طيله عمري. الامومه ليست مجرد حمل وانجاب بل احساس تعجز الكلمات عن وصفه.